وفي إطار متابعتنا لتطورات في الولايات المتحدة وخاصة مستجدات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لليوم الثالث بتهمة الاحتيال المدني من نيويورك، ينضم إلينا مراسلنا إياد الجغبير. إياد، ضعنا في صورة أبرز ما كان في هذه المحاكمة ولخص لنا أيضا كلمة دونالد ترامب، وإن كان هنالك أيضا أي قراءات داخلية حول القادم حتى من سير هذه المحاكمة. نعم، ما زلنا ننتظر خروج الرئيس السابق دونالد ترامب في اليوم الثالث وامتثاله للمحاكمة، وهو دليل على اهتمامه بهذه القضية. لكن من خلال ما شاهدناه ما يجري داخل قاعة المحاكمة بأن الرئيس ترامب حاول الحديث أكثر من مرة وحاول الاعتراض على حديث القاضي، كذلك حاول تنبيه المحامين هيئة الدفاع الخاصة به إلى عدد من الأمور، لكن القاضي تحدث بلغة ممكن أن نصفها باللغة القاسية مع الرئيس السابق، وكذلك أمره بالصمت أكثر من مرة. كذلك ذكر هيئة الدفاع ومحامي ترامب بأنه لا يوجد في هذه القضية هيئة محلفين عندما تحدثوا عن بعض القضايا. لكن الآن ما زال هناك العديد من جمهور الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية بانتظار خروج الرئيس ترامب، لأنه بدأت هذه الجلسة في تمام الساعة 10 بتوقيت نيويورك، نحن الآن في تمام الساعة 1:30 حسب البرنامج المتوفر بأن هذه الجلسة سوف تستمر لغاية الساعة 2، بعدها يكون هناك استراحة. لذلك بعدها من المتوقع أن يخرج الرئيس السابق دونالد ترامب إلى هذه المنطقة، إلى أمام المحكمة. بعض الوسائل الإعلام المحلية تحدثت بأن الرئيس ترامب عند خروجه سوف يوجه كلمة صغيرة عبر الإعلام، رغم التحذيرات التي وجهها إليه بالأمس قاضي المحكمة وقال له بأنه يجب أن يكف عن انتقاد القضاء، إلا أنه مارس ذلك اليوم صباحا. لكن كمية الانتقاد وإضافة إلى نوعية الانتقاد كانت مختلفة اليوم. الرئيس السابق دونالد ترامب حافظ على هذه السياسة فمنذ بدء هذا العام إلى الآن وجهت إليه أكثر من 90 تهمة سواء جنائية أو فيدرالية، إلا أنه استمر في توجيه الانتقادات. نحن الآن ننتظر ماذا سوف عندما يخرج الرئيس السابق دونالد ترامب، هل سوف يوجه رسالة أم أنه سوف يكتفي بالحديث الصباحي الذي جرى اليوم. سنتابع معك ذلك في سياق نشراتنا من نيويورك. مراسلنا إياد الجغبير.